سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم بعيدا عن دي ام وبعيدا عن البشره والشعر وكله، الفيديو اليوم غيكون عباره عن تورته المانيه بامتياز، معروفه جدا عند الالمان، اللي كتسمى بالالمانيه كيزا كوخن او لا تارت فروماج، او بالعربي تورته الجبن، معروفه في المانيا بزاف بزاف، وانا كنت كنستعملها. هاد المكونات عطاتهم ليا مني كنت عايشه في المانيا. لما كنت عايشه في المانيا صاحبتي المانيا كبيره في السن، فعطاتني الوصفه التقليديه، لان كاين اللي كينقص فيها او يزيد فيها اشياء. انا اخذت الوصفه التقليديه. عندنا 6 بيضات على هذا الشكل، عندنا 200 غرام من الزبده، تكون على حراره المطبخ، تكون تقريبا هانتوما كي كتشوفوا دايبه. عندنا 150 غرام غريزن او سميد، انا خديت داك السميد الرقيق، فيكم تاخذوا السميد العادي. عندنا 250 غرام، انا حطيت بس 200 غرام لاني ما بحب السكر كتير. 200 عاده بحط السكر الاسمر ولكن ما متوفرش، انا اخذت بس 200 غرام سكر. عندنا معلقه صغيره من الفانيليا، واللي عنده الفانيليا هكا مش مشكله. عندنا جوج معلقتين كبار من الخميره او البيكنج باودر او الليفيور شيميك، وعندنا بطل التورته او البطل، عندنا الفخوماج بلون، والناس اللي في المانيا ياخذوا بما يسمى بالكوارك. فخوماج بلون هذا كناخذوا لازم يكون كيلو فخوماج بلون. اول حاجه غنبتداو بها البنات، اشيل هادو على جنب، احط اول شيء الزبده، قلنا 200 غرام من الزبده معاها السكر على هالشكل. التورته رائعه جدا جدا. هحط عليها الفانيليا. لا هذه نسيت، مش فانيليا، غلطت، هذيك ليفيور شيميك، بس انا عندي الفانيليا. هيك هاخد معلقه او على حسب الرغبه، انا هحط فيها عشان تعطيني طعم، احط فيها على هالشكل هكا. وهلا حستعمل الباتور الكتريك، فيكم تستعملوا الايدي بس احسن الباتور الكتريك. والفانيليا والزبده غنخليها هكا. ضروري بنات الزبده تكون على حراره المطبخ، تكون دايبه. هلا حبتدي احط بالبيضتين واكمل كل بيضتين على حدا على حدا. ما تحطوش البيض كله مره واحده، بس بيضتين مع بعض، وبعدين نحرك. ولما اخلص الست بيضات برجع لكم تاني. بعد ما حطينا البيض 6 بيضات هكا بتجي على هالشكل. ونسيت ما قلت لكمش حاجه مهمه، هذا الكيزا كوخن اوني بودن، يعني من غير ارضيه. بتجي سهله وما فيهاش شغل كتير، يعني بيتخلطوا كله مع بعضه في طريقه زي ما وريتكم هلا، بتتسمى كيزا كوخن اوني بودن. انا بعملها دائما ما فيهاش شغل كتير. المهم بعد ما خلصت 6 بيضات اللي معايا، هلا غنزيد معلقتين من الخميره البيكنج باودر، حزيدهم على السميد او الغريزن. هكا بهذه الطريقه، هذه على الشكل هذا بخلطهم مع بعض الخميره وهذا، وبعدين بزيدهم على الخليط اللي عندي هون. في حاجه بيحطوها من غير الغريزن، ولكن انا حبيت اعمل الوصفه التقليديه. المهم ححرك
هلا جينا على بطل المسلسل كيف ما قلت، الفروماج بلون اللي على هالشكل هذا يعني، وبنحطه، اجيب بس ملعقه كبيره، بنحطه على الخليط. صدقوني بيجي كتير كتير رائعه وما فيها شغل كتير. طبعا الفرن انا شغلته على 170 درجه وحتفضل في الفرن فوق وتحت 170 درجة فوق وتحت على تقريبا ساعة. لما اللي انا عندي الفور كتير قوي يعني ما بخليهاش ساعة، اللي عنده فور الفرن مش قوي يعني يخليها يشوف يخلي باله من الفرن هكا على هالشكل يا بنات. بعدين حخلط كله. رجعت لكم البنات، هذه الحلوه ديالنا فعلا كيزا كوخن اللي كنخرجها في الفران، هي راه باقا سخونه شويه. المهم كتجي على هذا الشكل حقيقه، دار ريحتها فيها ريحه الفرماج كتير 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 رائعه يعني حلوه كتير. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعطوني رايكم فيها، كتير كتير رائعه. اخذت مني اقل من ساعه في الفرن، هذا هو الشكل تاعها. المهم حقطع وارجع لكم. بنات هذا هو الشكل تاعها كيف كيجي، كتير 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 حلوه. المهم هي باقا سخنه، ما بتتاكل سخنه، هذه بتيجي على هالشكل. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتقولوا لي في التعليق رايكم فيها، وسهله ما فيها شيء زي ما قلت لكم من غير بودن على هالشكل هذا. الافضل تتاكل بارده، تستنوا عليها لغايه ما تبرد وتاكلوها، بتيجي على شكل كتير 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 طيبة صراحة. جربوها وعطوني رأيكم، وسهلة من غير بودن يعني ما فيهاش شغل كتير. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تخلوا تعليق ولايك إذا عجبكم الفيديو واشتراك للناس الجداد. وكنشكركم أشكر الكل على الدعم، ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم. مع السلامة.